لاعب صاحب عالي جدا، لاعب خط وسط فريق الاهلي المميز دائما مهند بوعجيله. امام العيساوي مدرب فريق دارنس انيس العيساوي. بوعجيله في مراوغه اولى يخلي الكره عند همام يسدد همام، ولكن كرة تعالت وفريق دارنس. امامنا سعيد النايلي اقرب لجباره في التغطيه، ولكن هناك قبل كل ذلك هناك رايه من الحكم المساعد الاول مجدي كامل بن حليب والهدف. اذا الهدف الاول لصالح فريق الاهلي عن طريق المغربي محمود بن حليب من نقطة الجزاء. اذا الاهلي يتقدم بهدف مقابل لا شيء عن طريق هذا المغربي محمود بن حليب. 1-0 الاهلي الاحمر والابيض تقدم على فريق دارنس من نقطة الجزاء. ننتظر اكيد ردة فعل فريق دارنس. هذه الاعادة لركلة الجزاء، وضع الكرة بكل هدوء في مرمى الحارس عبد الرحيم زقروبة. وضع الكرة بكل هدوء المهاجم المغربي الخمسي يلعب الكرة أمية. جونيور يضيع جونيور مسات فرصة قائمة. هذه كرة تسديع مرتين لوحيشي في مرة أولى وفي مرة ثانية. لوحيشي يمنع فريق دارنس من إحراز الهدف الأول على مرتين. شوف الاستلام من جونيور لوحيشي في مرة أولى، ما زالت الكرة كانت خطيرة على مرمى الأهلي ولوحيشي في مرة ثانية. إذا لوحيشي كان صدا منيعا. تلعب الكرة عالية، هي كرة بشكل طيب من وادي كرة، ولكن هناك صافرة. مجموعة من اللاعبين أبرزهم اللافي بالإصابة، هيثم جويني هداف الفريق. هذه كرة صالح فريق الأهلي. لوفيان في مرة أولى لعب الكرة عند همام هو الثاني، ولكن هو الثاني يضيع من همام. شوف أوفيانغ، شوف التاهية، لعب الكرة من الفنان مهند، وهذه كرة والتسديدة على الطاير ترجع كرة من جديد لصالح فريق دارنس. وصافرة أخرى من كشيرة حكم الدولي في كرة القدم الشاطئية. رامي يلعب الكرة، رامي الطالب والتعادل. هدف التعادل عن طريق اللاعب رقم 4 حسام عبد المجيد. إذا هدف مقابل هدف. هذه رفع الكرة مليمترية على مرمى اللاعب، على رأسية اللاعب رامي. شوف رامي الطالب ورأسية المدافع. النايلي سعيد في لمسة، خذوا هذا بشكل طيب. سعيد ولا كرة بالشبكة، فالشباك من خارج كرة سعيد. في الشهر الماضي هذه كرة ملعوبة بالعرض ومرت من الجميع. كرة بالعرض مرت من الجميع. يوسف علي يدخل داخل منطقة، يدخل منتصف الملعب، يسلم كرة عند بوعقيلة بلمسة. هذه واحدة واثنين، استلام بشكل طيب. وين العرضية؟ تلعب العرضية ولكن تعود من جديد أهلوية. عند من؟ أقرب عند الزوي في لمسة أولى. سندة يخلي كرة عند همام يمسك كرة أمامية. الزوي هي كرة ترجع عند فاضل سلامة. فاضل يسدد لكن تعود من جديد أهلوية. الضغط الأهلاوي مستمر، وهذه كرة ولكن مرت. خطأ لصالح فريق أمامنا الجويني، هيثم الجويني باعتبارهم أقل فرق لديها نقاط، سبع نقاط. هذه كرة أهلوية وتسديدة في مرة أولى، ما زالت الكرة خطيرة. والثاني هو الثاني لفريق الأهلي. إذا الهدف الثاني لفريق الأهلي. قاتل هذا الهدف في مرمى فريق دارنس. كنت أتحدث أن فريق دارنس سوف يخرج بنقطة التعادل، ولكن الأهلي له رأي آخر، له كلام آخر. الأهلي لا يرضى إلا بالثلاثة نقاط. حكم ألغى تقريبا الهدف، يعني الهدف تقريبا ألغى الحكم، لا وجود لفار لرجوع إليه، يعني تم إلغاء الهدف وحكم المباراة رفع يده. إذا لا وجود للمس يد أو خطأ أو احتكاك، لكن نتابع مع ماذا حدث. يعني حتى هذه اللحظة، حتى هذه اللقطة لا يوجد شيء، الأمور ماشية بشكل طبيعي. رأسية اللاعب، يعني لا وجود حالة تسلل، يعني لا وجود. علي يوسف، علي يقوم براوغة طيبة، علي في مرة ثانية، آيات لمسة، ولكن دفاعات فريق دارنس. ما زالت الكرة في اللعب. هذه كرة عند الزوي يلعب كرة بشكل طيب عند بن حليب وصافرة الحكم. وقتا بدلا من الضائع، ننتظر أكيد هذه لقطة الإعادة
وتدخل من اللاعب رقم 2 اللاعب مصعب الكيلاني. مباراة الأهلي ودارنوس بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.